تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله. التمرين الأول: التراث نوعان، اذكرهما واعطي مثالين عن كل نوع من التراث. التراث نوعان، النوع الأول والنوع الثاني، اذكرهم اسمهم ثم أعطي مثال عن كل نوع. النوع الأول مثالين، النوع الثاني مثالين كذلك. إذن التراث نوعان، ما هما النوعان؟ أحسنتم. أولا التراث المادي والتراث اللامادي. إذن واحد، التراث المادي أولا، اثنان التراث اللامادي. هادو نوعان من التراث، النوع الأول نوع الثاني، اذكرهما ذكرناهم، وأعطي مثالين عن كل نوع. مثالين، واحد اثنان، هنا مثال كذلك، مثال عن كل نوع. النوع الأول أمثلة تراث مادي، يوجد أحسنتم ألبسة تقليدية، أكلات شعبية، أواني، أدوات منزلية، كلها تراث مادي. إذا نكتب مثالين: ألبسة تقليدية، مثال ثاني أكلات شعبية، أخذنا مثالين من النوع الأول، نأخذ مثالين من النوع الثاني. التراث اللامادي هما مثلا الأناشيد، المدائح الدينية، المهرجانات الشعبية، كذلك العادات مثل التويزة، كلها من التراث اللامادي. نأخذ مثالين، الأناشيد مثلا، أناشيد، والمدائح الدينية، المدائح الدينية. مثال ثاني مثل التويزة، التويزة. إذن نوعان من التراث، التراث المادي والتراث اللامادي. التراث المادي هما ألبسة، أكلات شعبية، أواني، أدوات، كلها تراث مادي. أخذنا مثالين، ألبسة تقليدية وأكلات شعبية. التراث اللامادي هما أناشيد، المدائح الدينية، المهرجانات الشعبية والتويزة. أخذنا مثالين، أناشيد والمدائح الدينية والتويزة، من كل نوع أخذنا مثالين. ننتقل إلى التمرين الثاني. أجب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة. لدينا عبارة، نكتب صحيح أم خطأ. التراث الوطني متنوع، تراثنا الوطني متنوع. أحسنتم، صحيح. ثانيا، تصخر الجزائر بمعالم أثرية قديمة. تصخر الجزائر بمعالم أثرية قديمة شيدت عبر العصور. أحسنتم، صحيح. واصل. الألبسة والحلي من التراث اللامادي. قلنا الألبسة من التراث المادي، إذن التراث اللامادي خطأ. كذلك الحلي من التراث المادي، اللامادي خطأ. المهرجانات الشعبية والفروسية، المهرجانات، الأناشيد، المدائح، كلها من التراث اللامادي. الفروسية وركوب الخيل كذلك تراث غير ملموس، تراث اللامادي. التراث المادي أحسنتم خطأ. المهرجانات الشعبية والفروسية تراث لامادي وليست مادي. التويزة هي عادة حميدة عند المجتمع الجزائري. أحسنتم، صحيح، وما زالت قائمة إلى يومنا هذا. إذن صحيح، التويزة عادة حميدة. القصبة هي أقدم حي في الجزائر العاصمة، أقدم حي في الجزائر العاصمة. أحسنتم، صحيح. إذن نراجع. التراث الوطني متنوع،
صحيح، تصفو الجزائر بمعالم أثرية قديمة كذلك، صحيح. الألبسة والحلي من التراث المادي اللامادي خطأ، مهرجانات الشعبية والفروسية من التراث اللامادي مادي خطأ، تويزات هي عادة حميدة عند المجتمع الجزائري، صحيح. والقصبة تقع بحي، القصبة هي أقدم حي في الجزائر العاصمة كذلك، صحيح. التمرين الثالث، اربط بسهم بين التراث ومنطقة تواجده. لدينا التراث ومنطقة أين يتواجد هذا التراث. نقرأ التراث، قصور الداي السبعة، لباس تقليدي قسنطيني، الشدة التلمسانية، آثار التاصيلي، الحلي الفضية الملونة، زربية ميزابية. المناطق، قسنطينة، تلمسان، العاصمة، منطقة القبائل، غردايا وإليزي. إذا نربط كل تراث مع المنطقة التي يوجد فيها أو يتواجد فيها. قصور الداي السبعة أين تقع؟ أحسنتم، بالعاصمة. نربط بالعاصمة. نواصل، لباس تقليدي قسنطيني، قسنطيني، أحسنتم، قسنطيني. الشدة التلمسانية، تلمسانية، أحسنتم، تلمسان. نكبت. آثار التاصيلي، جيد، منطقة، أحسنتم، إليزي. نواصل، الحلي الفضية الملونة، جيد، منطقته، أحسنتم، القبائل، منطقة القبائل. نواصل، زربية ميزابية، أحسنتم، غردية، منطقة غردية. إذا نراجع، كل تراث والمنطقة التي يتواجد فيها. قصور الداي السبعة بالعاصمة، لباس تقليدي قسنطيني، قسنطينة، الشدة التلمسانية، تلمسان، آثار التاصيلي، إليزي، الحلي الفضية الملونة، منطقة القبائل، والزربية الميزابية بمنطقة غردية. التمرين الرابع، صنف في الجدول. لدينا جدول مصنف، المنجل، الغناء الصحراوي، البرنوس، الحلي الفضية، البغرير، الحايك، التويزات، أغنية البدوية، اللغة واللهجات، والأناشيد والمدائح. إذا نبدأ، تراث مادي، تراث لا مادي. المنجل عبارة عن أداة زراعية تستخدم في الحصاد، عبارة عن أداة، قلنا الأدوات من التراث، أحسنتم، المادي الملموس، أدوات من التراث المادي. المنجل أداة، إذا تراث مادي. طب المنجل تراث مادي، المنجل. ثانيا، الغناء الصحراوي، الأناشيد، المدائح، المهرجانات، كلها تراث لا مادي. إذا الغناء، أحسنتم، تراث لا مادي، الغناء الصحراوي. نواصل، البرنوس من الملابس، الملابس تراث، أحسنتم، مادي. إذا البرنوس تراث مادي. نواصل، الحلي الفضية كذلك، يلبسونها الحلي الفضية، إذا من التراث المادي. البغرير من الأكلات الشعبية، أكلات الشعبية تراث، جيد، مادي، البغرير تراث مادي.
غير هي أكولات. واصل. الحايك هو عبارة عن لباس، إذا ألبسة تراث جيد ماديا. واصل. التويزة هي عادات، العادات والتقاليد تراث غير ملموس، إذا تراث لا مادي. العادات تراث لا مادي، التويزة عادة حميدة، إذا تراث لا مادي. التويزة. الأغنية البدوية، الأغاني كلها من تراث لا مادي غير الملموس. الأغنية المهرجانات كلها تراث لا مادي، إذا الأغنية البدوية تراث لا مادي. أغنية البدوية. واصل. اللغات واللهجات كذلك غير ملموسة، تعتبر من التراث، أحسنتم، اللامادي. اللغات لهجات. وأخيرا لدينا الأناشيد والمدائح، قلنا الأناشيد والمدائح تراث، أحسنتم، لامادي، لنكتب في خانة تراث لامادي. إذا نراجع، التراث المادي هو التراث الملموس، التراث الملموس عبارة عن ألبسة، أكولات، أواني وأدوات. إذا من جد الأدوات البغنوس ملابس، الحولي كذلك عبارة عن لباس يلبسونه، البغي أكولات، الحايك ملابس، كلها تراث مادي، ملابس، أدوات وأكولات. التراث اللامادي هي قلنا الأناشيد، المدائح، المهرجانات، الأغاني كلها تراث لا مادي، الغناء، الأغنية، اللغات، الأناشيد تراث لا مادي، إلى جانب العادات والتقاليد. التويزة عبارة عن عادات، إذا تراث لا مادي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.